هذا وغادر البلاد هذا اليوم فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، مختتما زيارته لمملكة البحرين بعد أن أجرى خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي فخامة الرئيس الصربي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد زياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وعدد من المسؤولين.